خوتي مغاربه، انا نحكي لكم الحكايه ديالي اللي سمعتوا عليها بزاف. اليوم انا تنحكي بالشرف ديالي اللي تباع مع المراه ديالي اللي تهزات ليا من الدار ومشاو كراو الفيلا في الوالديه بلا خباري انا، وانا خدام على راسي تنبيع ونشري، خدام على راسي تنبيع ونشري، والمراه تهزات تباعت وقامت بجميع الصور في الوالديه، صور فاضحه، صور اللي ما غادي دير ما غاديرهمش مرت شي واحد مسطي، ما غاديرهمش مرته، مراه ما مجوجه ما والو غير ديرها في الزنقه ما غاديرش هاد الصور، صور فاضحه نشرتها عبر التيك توك اللي شافها العالم. اللي وليت انا تريح في القهوه وتيجيو عندي الناس يقول لي واش شوفوا مرتك شنو دايره، يعني طعنت في الشرف ديالي. انا صابتني راجل قانوني، راجل عندي عقل، دوزت في الحياه، دوزت التجربه ديالي الحمد لله، وعقت عقت جيت مني بغيت ندير الوليدات لقيت راسي انا دخلت لواحد المعمعه اللي ما هي ماشي ديالي. هاد المعمعه انا ماشي ديالي بصفه عامه، غير تنطالب من السلطات والثقه الكامله في جلاله الملك محمد السادس الله يشافي لينا والشي الحموشي باش يتدخل في الامر وتدخل التحقيقات عليا وعليهم. انا عرفت هاد الشيء مني، عرفت مني سكنت عندهم، مني سكنت عندهم شفت الغرابات تما، شفت شي حاجه اللي ما عمرني شفتها مني تزاديت من كرش امي. لا يمكن انسان، انا ماشي براني اللي تنقول عليهم هاد الشيء، انا نسيبهم، انا تنقول هاد الشيء حمايه للابن ديالي باش يكون باوراق السلطات اللي غتفرض عليهم، ماشي ابني انا غيبقى ضيع من سيد لسيد ومن قبه لقبه ومن والا غيهزوا ليا. انا مني كنت ساكن تما شفت هاد الشيء، شفتو بعيني، والتحقيقات غتاخذ المجرى ديالها. انا مهما التجأت للصحافه المغربيه ونشرت هاد الشيء، تعارف الدواليل اللي غادي تاخذ السلطات وغتبحث في هذا الامر، غتبحث غنتوضعوا في الحراسه انا وهما، والسلطات تخرج تبحث في هذا الموضوع في جميع المنطقات اللي سكنوا فيهم، وبالذات المنطقه ديالنا، لان كلمه حق راه ما غتقشل ما والو، الحق حق. عرفتوا لان المراه ديالي انا ملي كانت الناس حدايا كانت تعاود لي كل شيء، عاودت لي كل شيء بنا امها تدير وتتفعل، وهي كانت في تركيا وكانت معرفه على سعودي وسكنت به في الرباط. حتى انا الضغوطات كامله عندي واحد الكلام غيبقى بيني وبين السلطات ملي غنوصلوا جوج الاشخاص اللي يقدروا يعترفوا بجميع الحوايج. انا ما عنديش، انا مصراني خاوي، انا ما عندي طوموبيل ما عندي دار، عندي الله والسلطات، وتنطالب من الشي الحموشي يعطي التعليمات باش يدخلوا في الامر، لان هذه قضيه كبيره. انا كنت في دار غفلون، تنطلع نجيب 12 صندوق وتندور به، واش يمكن الواحد غيجي من الحي المحمدي سيدي مؤمن وغيبدا يدور بكروسه؟ ما غيمكنش. وهذا عبد ربي كان بنيه الحسنه، كان بنيته حسنه، انا ما طبقتش معاهم شي حاجه خيبه. سولتها قلت لها شو دابا هاد الفيديوهات وهاد الفضيحه اللي دايره، قالت لي ما تفضحني ما والو، انا غندير لك التنازل على ولدك. تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. قلت لها وصلتي للحل؟ قالت لي وصلت للحل، راضيه بهاد الحل؟ قالت لي راضيه بهاد الحل. ولا يمكن باش الانسان غيدخل معاك لعند المحلف في قرب محكمه الاسره وغيدخل معاك المقاطعه وغيسولها السيد واش انت قابله بهادشي، وغتقول ليه قابله وغتسيني. عندي التنازل، عندي الشكايه بختها، عندي الصور، حتى الصور عندي في سيديات وعندي عبر التليفون، يعني انا الدوالي كامله حاطها، حاطه انا الصور كاينين عندي في التليفون وعندي حتى في السيدي باش المجرى ياخذ القانون ديالو، الحق ديالي، بغيت السلطات اللي تاخذوا ليا. كانت في الدم ديالي، هادشي غير في شهر 9 2020 شهر 9 باقي نتاور، وحتى المخزن يطلع في الارشيف ديال هاد الصور، إلا كانوا صور مزورة فالمجرى ديالو أنا تنطالب منها، راه قلتها ثلاثة المرات المجرى ديالو يعطيوني 30 سنة. أنا راه كلمة حق. أنا أصبحت مهدد للخطر دابا. أنا البارح من نشرت الفيديو جاو تهجموا عليا، التسجيلات ديالهم كاينة هنايا كاملة، تهجموا عليا كاملين بالشب والشتم، الوالدين ديالي والخوت ديالي بعاد على هذا الموضوع. أمي ما كانت ساكنة معاكم، أمي ما خطبتش بنتكم، أمي ما عاشتش معاكم، أمي ما مشاتش معاكم للوالدية وما مشاتش معاكم الجديدة باش تكتشف الحقيقة ديالكم. أمي غامضة على هذا الشيء، أمي بعيدة على هذا الشيء اللي تهجمتوا للدار ديالي وتقول بكلمة والله تنقول ندير ليه الكروسة. دابا أنا أصبحت مهدد للخطر،
انا الدرب ما بقيتش قادر ندخل ليه، ماشي خوف، مهدد انا دابا. انا غير بغيت نمشي غير قانوني، القانون فوق الكل، والله فوق الكل. انا غنبقى تابع هذه القضيه حتى توصل. الزوجه في الاول كانت ترونكين مني خديتها، لا نكذبوش على الله، كانت ترونكين خدام تتقول السبب المعين هي الام ديالها واختها، حتى الاخ ديالها اتصل بواحد النهار بالليل، اتصل في التليفون عبر الواتساب وبدل صوته، دخل بنمره غريبه وبدل صوته بصوت غليظ وقال لها خصك ترجع دمك، امك اللي غدوم لك، امك دير لك بزاف. شويه انا مني اكتشفته سميته، هو عارف هذا الشيء وغيسمع هذا الشيء، ما غيقدرش يتهرب من هذا الشيء. الا تهرب في الدنيا كاين الله، كاين التحقيقات. ويقول لي اخويا خالد راه بغينا غير نصلحوا الجراه، وهي مو اللي عاطيها الخيط باش يتصل بها، بقاو عليا من جميع الاهداف، تيصيبوني من جميع الاهداف. اسيدي هاد الناس اشو راسي كيردو، الراس ديالي كيردو. هاد الناس خداوني عمود، نتفوني انتفوني، ومني نتفوني وصلوا معايا حتى للتهدد. هادشي تهدد. دابا تنطالب بالحق ديالي، انا تنطالب بالحق ديالي، وتنطالب بالهيئه المحاميين والجمعيات والسلطات باش تاخذ الاجراءات في هذا الشيء، لانني عبد فقير. والحمد لله الفقر ماشي عيب، عيب الانسان هو يكون الكرامه ما عندوش، وحنا في مملكه مغربيه هذا الشيء عيب، راه عيب. انا رجل فقير ولكن عندي عزه نفس. والسلام عليكم.